الرجاء من السيد الوالي جندوبة التدخل في منطقة سيد محمد العطاطة من معتمدية عند رام. منطقة سيد محمد العطاطة من معتمدية عند رام. التدخل هو يتمثل في الماء صالح الشرب، الرجاء تزويدنا بالماء صالح الشرب، وهي منطقة تفتقر من الماء. وذلك والحاجة الثانية هو إتمام الجزء الثاني من الطريق، الطريق غير معبد، الرجاء إتمام الطريق غير معبد من سيد محمد في اتجاه جبل الله حوالي كيلومتر و250 كيلومتر ونص، والقنطرة مكسرة أو حاليا القنطرة مكسرة ما تعديش، وهو المسك الوحيد الناس قاعدة تخدم في منطقة طبرقة. المشكل الوحيد المشكل العويس في منطقة سيد محمد هو الكياس هذا مكسر، عندنا مدة وإحنا قاعدين نطالب في السلطات المحلية والجهوية إلى حد هذا التاريخ بدون جدوى، ووصلنا صوتنا في عديد المرات إلى السيد والي جندوبة والسيد المندوب تاع الفلاحة والسيد المدير تاع السوناد، عمل لهم مطالب تم إعلانهم بالمشاكل الموجودة في منطقة سيد محمد من معتمدية عند رام والي جندوبة. وشكرا لكم.